السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الحلقة الأولى من برنامج المسار. ضيفتي في هذه الحلقة سيدة شقت مسارا صعبا في الفن والنضال، أثرت مواقفها على كثيرين وأبدعت في الفن الموريتاني حتى أصبحت سفيرة لموريتانيا في الخارج، حازت على جوائز كثيرة وتم تكريمها من طرف منظمات ودول عديدة. أهلا بكم سيدتي المعلومة بنت المختار الميداح. أهلا وسهلا، مرحبا، شكرا. شكرا لك جزيلا على الحضور معنا في الحلقة الأولى من المسار. المعلومة فنانة وسياسية، سيرتها موجودة على الإنترنت وفي الكتب، لديك مقابلات كثيرة جدا، الكثير منها تحدث عن مسيرتك النضالية والفنية وعن بداياتك في هذا المجال أو المجالين، لكن في هذه الحلقة نتمنى أن تكون مختلفة وأن نأتي بالجديد. أثناء إعدادي لهذه الحلقة كانت جل الأسئلة في البداية التي تطرح عليك كانت حول نشأتك وأين تربيتي وكيف كانت البدايات في الفن. أنا سؤالي سيكون المعلومة، كيف أثرت النشأة على المعلومة حتى اتخذت مواقف ربما تعتبر تقدمية في مجتمع كان ما يزال يبدأ خطواته الأولى في الدولة الحديثة؟ شكرا لك. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أخي الفاضل، أنا تربيت مع شخص عظيم المختار الميداح، وهذا الشخص المعروف هو الفنان المعروف أو الشاعر المعروف، كان عنده مثلا هو من نفسه ياسر من التحصيل العلمي والثقافي اللي ما جعل كان بيته تنهل منه الناس كاملة، يجوه دائما أصدقائه وجوه الناس اللي تهتم واللي بالتاريخ وتهتم بالأدب وتهتم بالفنون وتهتم حتى مجالات أخرى اصلا ما كانت معروفه عند الفنانين، كيف الفقه وكيف الاشياء. والله بعد المجتمع ما هو عاطينهم، وياسر هم كاع خال قالوا غير بعد المجتمع ما هو مخصصهم له، يعني كان موسوعه علميه كبيره. والمهم من ذاك البيت انه كون في الاسره كامله على قدها نوع من المفاهيم تربات عليها مازالت صغيره وترعرعت معاها وجعلتنا نفهم عن الإنسان لا بد له من يسك طريقه بذاته، ولا بد له من يبحث عن هدف في الحياة، ولا بد له من يعود عنده مشاعر يتعامل بهم مع المحيط اللي حواليه ويعطي للمستقبل. الثمانينات، وسط الثمانينات بدأت تظهرين للجمهور الموريتاني كفنانة، جابت نوع جديد للموسيقى، دخلت الألبوم على الفن الموريتاني. كيف تلقى المجتمع الموريتاني في تلك الفترة هذه الطفرة في الفن اللي عدلتي؟ كانت مرحلة خاصة بي اللي أنا كنت يعني مفكر دائما من ما زلت صغيرة عن هذا الطرب اللي تعلمنا من عند والدينا، والهول الشعبي والموسيقى الشعبية والمقامات والأشوار والطرق والجوانب، وذا كامل على قدو والدين والتدينيت، هذا كامل على قدو تراث، والتراث ما خالق شيء منه به اللي هو اللي يكون الإنسان، يكون لك الخلفية اللي من خلالها تقدي لعدت اللي عندك موهبة إبداع، تعطي من هذه الخلفية اللي من التراث اللي انهلت منه وتعود مثلا إحساسك كامل على قدو اللي مشاعرك ما يقدروا يخرجوا عن لون التراث اللي انت تربيت وعاد في عروقك وتمك. يعني انا بالعجله شعرت عن هذا الفن، عنه عدلوه وحدين من التراث، وعن احنا توارثناه والدينا توارثوا، ولكن لاحظت بالعجله عن هناك هذه الاشوار وذا اللي وعيت عليه وذا كامل، عن يخاطب لا اكثريته لا مدح، والله اشوار زمنيه، والله شيء من القبيل، ولكن لا يخاطب الحاله اللي نحن فيها، الزمن اللي نحن نعيشه ومشاكلنا اللي نعانوا منها ومعاناتنا
اللي نعانوا. هذا لا يخاطب هذا الفن، ولهذا انا فكرت بالاغنيه الجديده عن الاغنيه. من خلال الاغنيه الجديده عني قد نقبض كلام جديد يعود مواضيع، قد نطرق موضوع تقريبا اي موضوع واجتماعي نعيشوه من مواضيعنا اليوميه اللي نعيشه والمعاناه اللي نعيشه، ونعدلوا لحن جديد. هذا اللحن نقد نطري له شيء، شنو نجيب ندخل الات جديده عليه، نعدل فيه نوع من الارانجمان زاد من. طيب من ساعدك من ناحيه الكلمات ومن ناحيه التلحين واضافه هذه الالات؟ في البدايه كنت يعني انا اسمع احيانا شو نقبض ماني مع حد علي في البدايات. كيف على 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 سبيل المثال مره معنا الشاعر كان كبير ولا ولدنا وصاحب المرابط اخوي محمد الشدو، محمد الشدو هو الاستاذ هذا الكبير محمد بن الشدو شاعر، وكان هذا ذيك الساعه هو مغني حتى يعطيه الرحمه واغنيه زي عند ذيك الساعه مقلع كتبه يقول لك كذا اجهرت لهذا قهر وردمت عنك فم مش حتى غير النار اضرها ما تلتم. وعاد هذا مقلع عاد كل حد يقولوا زيان عندي انا الكلمات ولحنتهم. هذا تقريبا هو اول لحن نعدله، وعدلتهم اللي وراهم اللي حاجه لك وقفتنا وحاجه لك ممشانا كانت كلمات العبيد الملتقي، وهذا كلهم نقبضهم نسمعهم عندهم نكتبهم انا ونلحنهم قاع ما شاورتهم عليه. كانت هذه بدايات الارهاصات الاولي عندي في التلحين. ومن ثم تي الصا من ثم تي الصا اجى دهر اخر وبدات حكايه حبيبي حبيت وايام زمن تجري والاغاني الاخرى حبيبي حبيت، واستعنت بها مع الشاعر الكبير والصحفي المعروف محمد الممي. وكان محمد الممي انسان خاص كان عنده خيال غريب، وتفهم الصوره اللي انقلت له من مأساة مشاهد شفناهم في طبيق ساعة، وطرحت له الصورة وهو مشالي على الوتر اللي ندور قبال. قلت له أنا قد نعود حبيبي حبيته عند منين اللي لقيته لاموني خالاتي ومصعبات فيهم جو كاتب جيته لأول مرة مريضة من حر. يعني نحن نقصد نعالج من خلال هذه الأغنية طبيب يعني مهما نتعتلوا من 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 مثلا نتعتلوا من المحبة ومن دلع ومن روايات، فهو انسان حريص على 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 المرضى وعلى حالتهم النفسيه وعلى حالتهم الاجتماعيه. ومهما نعتبتهم هو ولا هم ذاك اللي ترشوا معالجه بهم اللي قضيه الرشوه ولا هم ذاك اللي ترشوا. اغنيه من الاغاني الخالده اللي عادوا يعرفوها حتى البلدان المجاوره واللي عادوا يحفظوها ربما هذه روايه نادره عن العدو الشباب والله شابات من المغرب العربي من دول عربيه يحفظوا كلمات فنانه موريتانيه. طيب معلومه في ظل هذا التجديد كيف اخترتي شابات والشباب اللي كانوا يغنوا معك وكانوا يرقصوا في الفيديو كليب اللي عدلتي؟ ذاك منين ذاك فتره اخرى مرحله اخرى منين عدلت البومات. انا اول البوم عدلته شريكين قال لي شناشي بالولايات المتحده. وهذا الالبوم ما عدلت له لا بروموسيون للاسف، ولكنه راج نوع من الرواج يخلع حتى انه رقم مازال ينباع. قالوا ديزرتو فيدن يقير في كونترا عن منين ما تعدلوا لا بروموسيون عني انا ما عطل ما ما, ما ربحوا لا ذوك الناس اللي اصلا اللي ناتجين. ايه هذا من ناحيه. عقب ترى ذاك عدلت البوم دنيا، البوم دنيا هنا تي البروجكتير اللي تعاملنا معاه لابد من عدل اوركستر، كان هو الشباب معروف شفنا الفنانين اللي ما هم من وصول قاو من الموريتانيين اللي متعددين الاعراق ومتفقين على الموسيقى وعلى العطاء الفني. وكنا مثلا عدلنا فريق، وهذا الفريق اللي عدلناه مثلا على المعايير اللي تقدر تروج في العالم. سمعت وعدلنا بدات نعدل سجل معاهم للريبرتوار اللي اصبح معروف في العالم. عدلنا التلبومات تقريبا دوليه في العالم. بعد خروج هذه الألبومات هل كانت هناك مواقف حادة ورافضة لهذا النوع من الفن الجديد على موريتانيا؟ هو في الحقيقة في البداية تعرضت لنوع من المشاكل و
الرفض هذا اللي قالوا المجتمع التقليدي خاصة من الفنانين اللي ياسر منهم قاعد ديك الساعة وقال عن هذا عنه ما يتواسع عني أنا كذا وعادوا يصفوني بياسر من الوصاب والمجتمع ملي التقليدي اللي النوع ما جديد عليه ولا هو عارفه كان فيه ياسر من المشاكل في البداية ولكن الشيء اللي ساعدني عن والدي لم يعترض عليه المختار المداح رحمه كان هذا داعم لك كان 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 الشيء الوحيد اللي اثر فيه انه هو منين عرف قال لي هاي سمعيني التعديل هو سمع ردود فعل على اغانيك وعلى جاو كاع قريبات عندي وقالوا له فلانه هذه اللي تفضحنا عاد تتقني مرقت عن المال وهو تقني بشم خريجه اللي ما يعرف حد شنو هو اللي كذا وكذا الا منين قالوا هالو زاد عيط لي وقال لي وهاي سمعيني التعديل بطل ردي وطيبته في البياض وبدات نخبط له دندن مليح القد علي هو لا يصنت لي ودايره يدوه خرسني تميتي لسالو دموعه سمعت قال لي يا منتي هذا اللي تعدلي شي قالوا لي بدع خارج قال لي على العم على الموسيقى المألوف اللي كنا نعدله ولكنه قال لي ملي جاي من المقامات اللي عندنا واللي حازمني في ذيمتي ما نعرف كم قال لي مازال من العمر حازمني يا كان قال لي مشيت عنك في وقت انت فاصله فيا اياك نرد عنك ياسر من المآسي والمشاكل اللي تتعرض لك لانك قال لي هذا النوع اللي تعدلي الابداع من الساعه اللي قال لي تذقب قال لي شعلته في الانسان ما تلقد يتوقف ما تلقد يتوقف مع عدله ولا بد ذلك من حد كنتي قوي يعود واقف لي جنبك وانا ما نعرف كم مازال من عمري ويك ساعه فات عاد طيب كنت كان هذا ولكن لم ما نهاني ما نهاني به اللي كان كان كل اغنيه عدلت يسمعه وتفرح طيب بعد الوالد رحمه الله من وقف معك وخر اياك تواصلي في هالنسيا في الحقيقه انا معايا منينه يرحمها كنت ومعايا عرفات وكنا معدلين مثلا صحبة موسيقية احنا كاملين عدوا هذا ونبدأ وكنت كان هم ولي لهم ياسر منهم كانوا زادهم يشاركوا معايا في التلحين وفي الكلمات حتى وفي كل شيء كنا يعني متعاونين سمعت احنا ثلاثة متعاونين على العمل ونعيطوا الأوركستر ونوزع لي هذا ونعدلوا هذا يعني كنت متعاون مع أخوتي تمام أنا معلومة أنا قد نتصور الضغط اللي خلق عليك في المرحلة هل فكرتي ولو للحظة على أنك توقفي؟ لا ما قط كان 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 صعب ولكن كنت قاع ما نعرف عندي رواية نقر دافع دافعني عني لا دائما مازال شيء وخارجين يلا بويل نعود عدلتك كذا شو المقام الفلاني منين نسمع موسيقى تقريبا والله نسمع شور والله انا ما نسمع شور والله نجبر مأسات والله نجبر موقف يهوالي انا ندندن لحن ونعود لابد من ذاك اللحن يخلق اسمع طيب انت اول مره يعني واصل حتى يني اضطريت انا من نفسي لكتابه الكلمات في الوقت اللي ما نجبر شعراء يكتبوا لي الكلام كانوا رافضين لا لا المشكل اني انا نتعامل مع ايقاعات عصريه ديسكو فانكي بوبس الايقاعات مودرن وهذه الايقاعات دور كلمات سريعه لطيفه الشعر اللي عندنا احنا ما هو مصمم عليهم شعر شعرانا معناها القافيه اللي يكتبوا عليها شعرانا احنا مقيده بذاك الريتم القديم يعني بحور الشعر اللي كانت والله زاد بتوتة الشعر الشعبي اللي كان موجود وذاك اللي بين صغير والله بير والله بتيت والله بتيت ناقص والله هذا وهذا كثير منه لا يتماشى مع هذه الايقاعات اللي نبدا انا من النغم، انا احيانا نجيب نغم ما فترة الكلمات. وتعدل الكلمات ونعود نعدل الكلمات على النغم ولذا فاذا بي بت جديد وتلد من هذا. كيف تقريبا تصير تخلق حتى تكرر بالاغاني السياسيه. كيف دولتنا مات لا سمعت هيك ساعه اللي هي نحتاج عبقري كيفك يا احمد. اللي عادة الناس تعرف أغنية حبيب الشعب قال وكيف تملي الأخرى اللي عدلت اللي يقول فيها اتحاد القوى اختار نواب وعلى معيار كفاء وقرر وحسم قدم نواب كفاء قدم رجال كفاء نواب
خلفاء عارفهم بالوفاء والصبر. هذه لحن لحن جاك هو الاول جيني اللحن عارفهم بالصفاء عارفهم بالوفاء والصبر بالصفاء للحزب وتصحيتهم وتضحيتهم. والليله جا باسم القبيله دايرها وسيله كان ويقدم الحزب رفض وتكلم لا مصلحه الدوله اقدم. زين الحزب يهم وهذا الشعب يلم وفي عداله عم وتم. هذا مثلا نوع من الميمات ونوع من الاشياء اللي تتكرر بطريقه غير عاديه وغير مالوفه. ممتاز. ندور نجي للاغاني السياسيه لانها محور مهم جدا في مسيره المعلومه مثل ميداح. دائما نفضل البدايات والصعوبات اللي يواجهها. انت اول مره سافرت خارج موريتانيا ياك تغني امام جمهور ما هو موريتاني؟ كان في قرطاج كان 86. كيف كانت اللحظات مثل يعني توعد المطار طائره مثلا كان مثلا والله ماني ضابطه حتى غير بعد نعرف عني. اول مره فاجئني جمهور ما يوفى شم الخلق اللي ينتهي في بليده واحده جمهور قرطاج يقولوا عنها 70,000 متفرج. سمعت وكان شم الخلق اللي ينتهي وكنت مد البصر هوك الناس ومد البصر هوك الناس والاوركستر تدريبي معاه. هذا كان في الفيديو اللي قنيتي في حبيبي حبيته معنا فماتي. كان صياح الجمهور مو طبيعي يعني حتى يعني انا فماتي قاعد لا فقدني بقصه الصيد الفايت اللي يقولوا عنه به الخلعه راكب على الفراس وشكون الناس انه به الحماس. حتى انا عدت نصقي قاع بي اللي مرتبكن نقري ندور نشجع راسي احيانا في ذاك العمل ذاك هو اللي الحمد لله اللي عقبت توف مشي بيك الحاله وتوف. مثلا كان اول مره ولكن منين نشحت حبيبي حبيت وعادت عندها مكان وذنو قررت اني لا نتابع عن فهمت عن التجديد وعن الاغاني وعن الاغنيه الموريتانيه عنها لابد من تخلق. زين بداتي مسيرتك الفنيه اطلقتي البومات عرضك المجتمع بنوع جديد من 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 الفن. لماذا قررت الدخول الى السياسه وكيف؟ شفتني انا مشكلتي كونني انا عندي اصلا رؤيه فهمت؟ هاي الرؤيه مثلا متاثره بمآسي الناس سمعت؟ ومتاثره بالوجع اللي يخلق الوحدين ومتاثره بذا اللي قالوا للسرقاق ومتاثره بذا اللي نراعي فيهم الاشياء اللي بالنسبه لي انا ما هي عادله فهمت القايله له. وقررت اني موسيقتي اللي انعدلت نعود نعالج بها ذيك المشاكل بطريقتي انا فهمت. وهذا هو ما اتى بي الى المنابر السياسيه لاني هذا المشاعر مع الشعب مع المساكين مع الضعفاء مع هذا الناس المظلومه والناس المطحونه هذا هو اللي جابني للمنابر السياسيه اساسا. وهنا في ذاك الزمن اللي جيت فيه حاجه اللي انه كانت الناس معدل روايه قال لي فديك هم بالنسبه للمعارضه بالنسبه لي الحكومه شايفانا انا عندها ياسر من الاخطاء وقله النواقص وذنوع هو عندي ياسر من شيء ما قد قاع انا هو يخلق بيناتنا في البدايه التفاهم مع هالفنانين كاملين قابلتهم انا من الفنانين لو يرسلوا لي يا غير قلت لهم مباشره عني انا لود المده لا يتغير فهمت. ومن خلال قراءه كان اول شيء ذيك الساعه اتصل بي هو حزب ذيك الساعه كان يراسه الدكتور والاستاذ الكبير اطال الله عمره هو احمد سيدي بابه ومعاه ابو مبي رحمه الله يزيد وتاصلوا بيا وجيتهم. غير في الحقيقه كانوا ذوك ما كانوا في برنامجهم السياسي عنهم يعودوا بديل فهمت ما كانوا هامهم يعدلوه. ولهذا عقبت استقريت يوم منين جبرت ولد داده جاب لي له محمد بن هذا الشدو. جبرتي في منين؟ شهر جاني محمد بن الشدو في الدار هذا الشاعر وهذا هون في نواكشوط ولا؟ هون في نواكشوط وقال لي راعي لك ولد داده قال لي جاي قال لي عنده تاريخ ما خاسر عليه شيء ولا مقبوض عليه شيء وكيف شيء قال لي بعد ما صقول جبري تكلمي معه وشوف الى عاد اللي قال لي له يترشح حق ولا هي قال لي يقدم لهذه الدولة قال لي شيء قال لي مفيد بها ونعمة لماذا تخلي عنك انت سامعة بي سامعة بي بيسر
وتو جيت معاه من جيت معاه فاجئني احمد داداب انه قال لي منين قال له المعلوم التلميذ داحي هو ينبش الكالندريه عنده قال له ذا الاسم هذا هذا قال له واحد في اليونسكو قال له ايش بارتو قال له صورني عن الفنانه وقال لي انا عندها كذا شو لودي هو له كاتب حبيبي حبيته ذيك الساعه مالي شي جاي من تونس اسمع طيب وتو هون قال لي صد شوري قال لي انت تعرفي عن الفنان اللي باستطاعته عنه يخرج قال لي موسيقته خارج الحدود عنه يستحق حصانه دبلوماسيه المختار قال لي الساعه نجي مريم كيبا هنا تي الموريتاني اعطاها باسبور دبلوماسي موريتاني سمعت قلت انا هذا كاع الراجل اللي قدر الفن تفكيره قدر الموسيقى وتفكيره يقول هو صاحبي اللي ماشي معاه انا اصلا ماني من الناس اللي عنده انا الدائرة اصلا كنت على ذا اللي قال له جهويه والقبليه وذي الروايات ومن اللاب الوحده وان الناس كامله على قد تعود تعود ما شاف مسار واحد من اجتماعك معه خذتي مقرر عن مقرر عن يمشي معه ديمقراطيه وحاجه اللي اني مشيت من عندهم بكراعي هذا حاكم به لو يسمو لي شدو قلت انت اللي خلطك انت ما تتقلبي في الطريق يسوني عشي وانا نقول نحتاج عبقري كيفك يا احمد كررها لو يسم نحتاج عبقري كيفك يا احمد خبير وحاكم عادل ومجرب الين جيت البدع قبضت كان مقطوع الضوء عطيت البوتيك بط قندير سندل وكتبت عليه الين انت اللي فاهم جمع المصالح اليوم اللي ما حد يبحث عنها الشعب وانت لتاريخك ابيض ناصع مكتوب ومحاص بالذهب نحتاج عبقري كيفك يا احمد خبير وحاكم عادل ومجرب ويدينا فيدك فيداك يا زعيم لقبنا لك وحبيب الشعب عاد الصبح عيط لاحمد دول لبن ومنين عيط له حكيت عليه ذا عدل لي زاد هو وفالي قفل لي ذاك تقفل زين كتب ذا اللي كان خاصني من الاغنيه وكان من متن ذكاء احمد دول لبن وتبارك الله العظيم لان هذا قال لي انت قال لي ذا ما وبت قال لي قط خلق هذا قال لي البت انا ما نعرفه يا غير قال لي ندور نقول فيه ذا الله نقول قام وجا كاتب لي فرح هذا الشعب واستبشر وسنتي يكتب توفيه وتبارك الله كيف شي قاعد هو الكاتب المهم منه اني عدل خاط الاغنيه وخاط بصفه صعيبه به اللي المجتمع اللي جاي لاحمد داده ياسر منه كان رافض واني انا كذا ولا جبرتك احد يفاليني في البدايه كان رفض وجودك في تكتو كانوا ما بقى مثلا بالنسبه لهم حوزي هك وحنا عندنا ياسر من الاولويات وحنا كذا وكذا يا قلت لهم الخلطه انا فطن قلت لهم جايبه لكم قلت لهم اغنيه مساهمه بيها ولاني داره من خمس وقيات ما كانوا يعرفوا انها تعد مؤثره في تاريخ الحزب ولا كانوا ملي ما هو ذا وحده هما ما كانوا شاكين عنهم يقدوا يجبروا اغنية بذيك الحالة مشكلتهم لا يتلاوش اللي بتجي وذا النوع ذا هو ولا هم فاهمين ذا عقبت اللي كان اللي دفان داني حتى لين عقبت عيطوا لي وقبلوا يسمعوها ومشاو يشوها كان هارون ولا احمد ولا الشيخ سيدي ومفهمات سيدي ولا احمد دي فهم اللي يسمعوهم يسمعوها صعروا عنهم لابد من يقبلوه تو وقابوهم لين قابوها انا ما قلت لهم ماني خالص عليه سب هذه مساهمتي انا كفنانه في تغيير هذا المسار الى مسار احسن فهمت القيله وتوف هذا هو قصه ذيك الاغنيه اللي حبيب الشعب الين خاضت بطبيعه الحال ذم اغاني كثيره للنظام انذاك كيف كان وجود هذه الاغنيه عند المجتمع الموريتاني في الفتره؟ نقول لك اني عندي زميله الله يعطيها النعيم المقيم قال لي جميله بنت الطايع عرفتها في ذاك الزمن هي راهي معاويه عمها والله متعم قريب له بعض وكانت في حملته وكانت امراه قويه ومن الناس اللي مأثره في حمله معاويه ذيك الساعه جاتني متأثره حتى وقالت لي هاي الاغنيه اعطيها لي حالا وكانت تديرها وتبكي مريم بنت احمد عائشه كانت عاطيه راسها حتى لولا ضايع ما يشمع وجاتني زادية وقالت لي وجدت لك رسول الله اعطيني وقتي كان خايفة تتيش فهموا عنها حتى الأغنية عجبت الناس اللي مع 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 جهات أخرى ما يحزن اللي في الحزب الحاكم معناها الأغنية عنها جابرت سكسي وصدى كبير على مستوى موريتاني كامل على مستوى
الحملات، وعادت هي بنفسها حملة مفتوحة دائمة على طول الزمن. وجا وراها بعد نجاح الأغنية، الناس اللي كانت قابلة مواقف منك اللي ما هم فاهمين على عن بالأغنية، يقد حزب سياسي وقائد سياسي وصل رسالته للشعب، رجعوا عن ذات المواقف والله ما ولا لا مسكين بها تجاهك. ما أنا الله يعني فهمت الناس كامل اللي قدها عن صبحت كاع الناس بالنسبة لها شي ما فيه الأغنية كاع، ومهرجان ما فيه، وشي ما فيه كاع الناس تصبح ما هي مهتمة به حتى. سمع صبحت هي السيمبل لذاك الحزب، لابد منها في أي مهرجان. حق أنا قاع أبهرني أنا من نفسي حقيقة. توالت الأغاني على حزب التكتل وحمل دادة، شنو هي أقرب أغنية لك ساعدتيها القلب كل ماذا؟ أنا من أغلى علي الأغاني السياسية اللي عدلتيك ساعة أغنية نقولها ما خايف حد. لماذا؟ هاي الأغنية قالها ما خايف حد. لماذا أقرب لك؟ نقولوا لك لحنها، كنت مثلا لحنها خلق فيه ياسر من المشاعر اللي جعلتني مثلا نحس بها بياسر. من عادة بالنسبة لي عبارة عن مخزون ذكريات عميق، فهمت؟ وذيك الأغنية يعني فيها مشاهد. مرة نقول نحن جيل الحرية، نتكلم عن الأحرار وعن الناس اللي دور التغيير وعن الناس كذا وكذا، وعن جيناك يا أحمد وعن كذا مناضل مصداقي، فهمت؟ ونتكلم فيها مرة عن مولي نشير على حبيب الشعب، تعرف عنك حبيب الشعب، وفيها ياسر من المشاهد المثيرة واللي نعرف أنا عنها. لا جبرت مخرجين والله، جبرت مثلا مؤلفين حقيقيين، وجبرت مد حكم جمهور حكم على المستوى أنها ما تعود مشات بذيك الحال بقيمتها الفنية. طيب برستي كفنانة تغني أغاني سياسية مؤثرة للمعارضة، نظام كيف نظام المطاعي الساعة؟ طيب الحال دوري تعامل معك إما بالترغيب أو بالترهيب، كيف كانت بداية تعامل نظام المطاعي معك؟ يا أخي كان هناك ياسر من العروض، الديار والوتات، وأنا ما عندي دار ولا عندي والتمويل، وداري حتى التلفزيون ما هي فيه. من الناس اللي داعمة الرئيس السابق معاوية، والله من هو يمشي لك الواقيش بشكل شخصي؟ من الحزب أولا اللي داعم معاوية، ومن رجال الأعمال اللي مع معاوية، ومن الشخصيات المؤثرة اللي مع معاوية. ولكن يا أخي المشكلة بالتالي فهمنا عن الخطأ كامل على قدو لا من المنظومة السياسية اللي هم الأحزاب السياسية. ليس معاوية نفسه هو اللي كان معدل ذكاء، زي ما كان عالم بي معاوية، ما هو عالم بيبلي معاوية في آخر زمن هو، ما أنا أعتذر لي شخصيا، ما كان عالم بتضييق عليك ذا اللي كان. أنا نقول لك أني ذيك الساعة أنا هناتي رقت نلقمة الطلبة في آخر فترتهم، بي اللي جايبة فنانة لبناني قالوا رغب علامة، ولا بد من الدولة تعطي حراسة ورواية خاصة بي اللي تسمح بالمهرجانات. عاقب له محاول قتله في السودان، ولا بد له من الدولة تعدل الحراسة مشددة. وجيت أحمد دادا قال لي حاولي تلقي على عيال الرئيس وطرحي له المشكلة حاج لي ساعة. وجيت لأرواقيج وتواصلوا بي بين أنا ويهود، لقاتني بكل سهولة وبالعجلة. هي الصح قبل معاوية يلقى، هي اللي طلبت مني نلقى معاوية. غير أنا قلت لها أني ماني قادة نلقى معاوية، بي اللي ماني جاي باله شيء. سمعت عن حد لا يلقى رئيس الا يعود جاي يتفاوض معاه على الروايه، والله لا يقول له روايه يطرح حاله، اني انا ماني طار حاله شيء، اني جاي هي كعيال رئيس الجمهوريه ندورها تتبنى هذا الحفل وتعود معنا فيه. عقب قاعد هذاك اسبوع وعد عليه المنقله، غير بعد عدلت هي اللي طلبت منها كامل على قدو، فهمت؟ أنا كنت طالبة منهم يقبلونا عن شر، يساعدونا في أخبار وعدلوا ذا، وعدلت اللي عليها جزاها الله خيرا. وعرفتني مولي في نفس الوقت عن معاوية أنه ذا اللي خلي لي كامل على قدو، أنه ما قطع لي مسوي شيء منه، هذه 15 سنة من اللي خلي لك. شنو بالضبط؟ حصار كبير إعلامي وحرمان من جميع الحقوق، فهمت؟ أولادي وصوبتاه وقرايتهم، وأنا ما قد نعدل حفلة
ما عدت لابد من ريبرتواري كامل على قدو، ما ينعطى لي الوقت، ما ينعطى لي الوقت، لابد من نهار اللي لا يتعدل به الحفله حد نجبر نفس النهار اللي يتعدل لعل نجبر فضاء الببليسيتي. سمعت القيلان ومنين انت اللي نعدلها؟ لابد من نكتب لا نقول كامل على قدو، الشرطه واقفه واذا مضيق عليه خناق حتى شيء ما هو شيء تتصوره. الناس ما شافتش من ذاك الجبر. للحصار من ذاك كانوا اثر على وصولك للجمهور؟ شفت والله كانت فين بداية يا اخي. انا هذه 15 سنه اللي طيتها محاصره في وسائل الاعلام الموريتانيه، تلفزه، الاذاعه، ما يسمع حد اسمي، ما 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 ونقص، ولا نجي لرقاش نسلم على رقاش شكي ما ونقص. وعدت الناس خايفه مني من يجي رسبتي وتشوف الرجال يتجاره هكوك، لكن في جاي هكوكو. سمعت وذا اللي سرط من المضايقات شيء لا يحصى ولا يعد هون في ذا البلد. فهمت؟ كانوا يدوروا ياثروا عليك ترجعي تدعمين النظام وتوقفي عن المسيح. طبعا والمعارضه انا ماني دايره عندها شيء ولا اني طالبتها شيء ولا هي فاهمه عني عايشه ماساه. لماذا ما هي فاهمتها؟ بها اللي شافتني نغني لقاني جيناتنا شحال ومتينا شخصيتي ملحفتي زينه ونوقف ونقول لك لا ما هي كاع زينه بها اللي كفر فيا دائما نلبس الشقه البيضاء. سمعت القايله يا اخي هم شايفين واقع شكوني صحيحه نفسي بهم بهم نوعيه لقاني اللي قدم الخطاب اللي قدم وذا النوع اللي هو فهم. طيب معلومه زيارتك لزوجة الرئيس السابق معاوية بن الطايا ربما هي السبب اللي البعض يقول على عنك دعمتي في اخر زمن. انا ما دعمته، كل حد يعرف عني ما دعمته، والله قالوا هو واحد من الناس قال لك دعمتي في اخر زمن. كذبوا ما دعمته. انا جيت لزوجته ندورها تساعدنا في قضيه مجي راقب على ما به اللي لابد من الدوله تطرح فيها جزء من من لابد من الدوله تزيارة. ومنين جيتها هي اللي طلبت مني اني نقيس معاويه. وانت رفضتي؟ قلت لها اني ما قد نقيس وبيا ماني جايبه له شيء رتبع. قالت لي صحيح وراها، قالت لي طالبه منك اراه لا يخلقات عيد المراه ذو الايام وطالبه منك تجينا فيه، لا يقدم لك دعوه شخصيه من دورك تجينا فيه. هو لا يحضر والله؟ ما هو ما هو حاضر، وعيد المراه معدل تويوتو. احضرت ذاك عيد المراه به اللي هي شخصيا طالبه مني يجي ومقدمه لنا دعم للفنان هذا وقابط وان شرف كامل. فهمت القايله؟ وعيال رئيس الجمهوريه انا ماني متضايقه معاه، انا قاعد حتى معاويه بنفسه ماني متضايقه معاه، هي وجهه نظر سياسيه. هو رئيس الجمهوريه وانا فنانه سابقه معارضه وسابقه كامل علم. انا ماني متضايقه معاه، هم اللي كانوا تعامل مع جانبي الفني يعود قاع ما ظهر عني معارضتهم الا في الاغاني في المواقف السياسية. في الحملات السياسيه. فهمت القايله؟ وما انا نورمال ما كفنانه حد تعامل مع جانبي الفني ما يلا نقول له ما لا يتعامل معك بي انا في المعارضه يا اخي انت فنان. ممتاز المعلومه، شكرا جزيلا لك. سنتابع في الجزء الثاني من الحلقه ترشيحك لمجلس الشيوخ وانتخابك ومواقفك من الرئيس السابق محمد عبد العزيز ومن تعديل الدستور ومواضيع اخرى. شكرا جزيلا، شكرا لكم انتم متابعينا الكرام والى الحلقه الاخرى. دمتم في رعايه الله.